منذ استعادة الحكومة الشرعية السيطرة على مدن ساحل حضرموت قبل نحو شهرين وإنهاء سيطرة مقاتلي تنظيم القاعدة التي استمرت لأكثر من عام، والسلطات تتحدث عن قيامها بعمليات استباقية تهدف لتثبيت الأمن العام والقضاء على ما يخل به، وهو ما يبدو أنها نجحت به إلى حد كبير. منذ دخولنا إلى المكلا نفذت القوات الخاصة العديد من المداهمات والاعتقالات بحق العناصر المشبوهة، مما أدى إلى الاستقرار والأمن والأمان في داخل المكلا. وفي المقابل تتنامى مخاوف بعض المكونات والنشطاء الحقوقيين من أن يستغل ذلك بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان بعد أن سجلت عشرات البلاغات عن تنفيذ اعتقالات وحدوث عمليات تعذيب، كما يقول نشطاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرا. في حالة وفاة أمس لطفي بجمعان بفطيم توفى على أثر تعذيب جسدي، وأيضا وفاة برحمة قبل كذا، ونحن الآن بصدد رصد الحالات والتواصل مع أهالي المعتقلين. وفي هذا السياق عقدت بعض المكونات السياسية والحقوقية في المكلا لقاء تشاوريا لمناقشة هذه القضايا وملف تعثر عمل بعض المؤسسات والدوائر الحكومية وتشكيل لجان للمتابعة والتواصل مع السلطة والبحث عن معالجات لها. سنسعى من خلال ثلاث لجان، اللجنة الأولى التواصل مع السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية بأن يثبت الأمن في البلاد وأن تعود مؤسسات الدولة إلى أعمالها. اللجنة الثانية ستكون هدفها قانونية لمتابعة حقوق المعتقلين ومتابعة أهاليهم للتواصل معهم والدفاع عنهم. واللجنة الثالثة هي اللجنة السكرتارية لمواصلة هذا العمل. لقاء المكونات جاء أيضا ليؤكد على دعم الجهود التي تقوم بها السلطات وقوات التحالف في حضرموت، خصوصا في مجالي بناء الجهاز الأمني والعسكري بالمحافظة والدعوة لتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار منظومة أمنية واحدة ومنع انتشار المظاهر المسلحة. كما بارك الحاضرون دور الشرعية وجهود السلطة المحلية بحضرموت، واستبشروا خيرا بعودتها إلى المكلا عاصمة المحافظة لتقوم بمزاولة نشاطها بعد فترة غياب دامت نحو عام. ويأمل كثيرون أن تنجح هذه اللجان والسلطات في التوصل لمعالجات لتلك القضايا وتفويت الفرصة على أي جهة كانت تسعى للإصطياد في الماء العكر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.